السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا وصلنا إلى النهاية. السلام عليكم الإخوان، وأخيرا وصلت اللحظة اللي غادي نقول لكم فيها رسميا نهاية الإضرابات بالمغرب. كما كتشوفوا معايا خرج البلاغ ديال التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتعليم، كيقول بأنه كتعلن عن تعليق الإضراب ابتداء من يوم غد الجمعة 12 يناير، يعني غدا التنسيقية ما غديرش الإضراب. كذلك البلاغ ديال التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس حتى هي كتعلن عن تعليق الأشكال النضالية ابتداء من يوم غد الجمعة، في انتظار البلاغ ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وحتى هو غادي يقول تعليق الإضراب. التنسيقيات قالت لك حنا بغينا نديرو حس سنية من أجل أن الوزارة تسحب التوقيفات اللي دارت المجموعة من الأساتذة. إذا إخوان هادشي اللي كاين رسميا نهاية الإضرابات بالمغرب، والعودة إلى الدراسة ابتداء من يوم غد في جميع المؤسسات التعليمية. الحمد لله، أخيرا الأساتذة اقتنعوا أنهم يكتفيوا بهذه المطالب اللي حققوا، والحقوق ديالهم اللي اكتسبوها، والعقبة إن شاء الله عاوتاني القطاعات أخرى هما يكتسبوا الحقوق ديالهم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.